بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف أبني بروجكت في البروتوس للأسامبلي إنستركشنز؟ أوكي، احنا تعلمنا كيف نبني بروجكت. شغل البروتوس، start a new project، عملك initialization للبروجكت ويزرد، اختار اسم للبروجكت، شوف الباث اللي بدك تحط فيه البروجكت. أنا عامل فولدر على الديسكتوب بسميها lab3-1، فselect the folder، قل له next، create a schematic diagram، اختار الديفولت، next، do not create a PCB layout، next، الآن create a firmware project، واختار الفاميلي للبيك اللي انت بدك تشتغل عليه اللي هو البيك 16، هاي الفاميلي تبعته، واختار البيك نفسه اللي بدك تشتغل عليه اللي هو PIC 16F877A، والكمبايلر اللي بدك تشتغل عليه أنا بدي أشتغل على ASM فايل، فبختار MPASM، شيل التشيك من هون وأعطيه Next، أعطاك ملخص عن البروجكت، قل له Finish، فهي هون عمل لي البروجكت. لاحظ أنه مكون من سكيماتيك، basic schematic في البيك نفسه والسورس كود. الآن رايت كليك على البروجكت، قول له import an existing file، الفايل هاي أنا حاطها هون، حاطها في الفايل هاي ASM file، قول له open، ممتاز، اعمل save للبروجكت، اعمل build للبروجكت، هيو اعمل build للبروجكت، ولاحظ شو أعطاني، compiled successfully، وهاي هنا السورس كود. طيب خليني أكمل بناية السيركت اللي أنا بشتغل عليها. البرنامج تبعي بيطلع لي values على port B، على port B، فلذلك أنا بدي أوصل شغلات هنا على port B اللي أشوف values هاي اللي تطلع. فبروح هون وبالkeywords أنا بدي أجيب 7 segment displays، فبكتب 7 segment، اوكي، بختار السيفن سيجمنت ديسبلاي اللي بدي اطلعها اللي هذا، هي بدي اجيب هاي لهون، اوكي، الان بحط هون سيفن سيجمنت ديسبلاي، وبحط هون كمان سيفن سيجمنت ديسبلاي، واصل اللاينز. هذا البن بدي أوصله مثلا مع 7 segment display هاي، امشي معاه بالأسلوب هذا، اوكي، وبوصل 2-7 segment displays على port B. هاي هون انهيت التوصيل لل 2-7 segment displays. وصلنا هذا الكلام، نعمل build للproject، build project، اعطاني build successful، روح لهون اعمل left right click، اعمل edit the properties، ولاحظ شو في موجود هون، هاي هي الفايل البروجرام فايل اللي شغالة على البيك، اجت اوتوماتيكيا تشتغل البيك. طيب حتى نشوف شو الفانكشناليتي تبعت البرنامج، نشوف الاوتبوت على البورتس، بعمل debug start vsm debugging، اوكي، نكبر هنا الفونتس، عندهم 14، وخليني اعمل بريك بوينت عند الاوتبوت على بورت بي، اوكي، او خليني اعمل بريك بوينت هون،
ونشوف شو اللي بيطلع على البورت بي. اوكي. قبل الحكي هذا بدي اروح على سكيماتيك اكتب بوب اب ميديا وبقول له فرجيني هذول التو 7 سيجمنت ديسبلايز على سيميليتر. فبيطلع لي اشي اسمه سكيماتيك انيميشن. الان بعمل رن. لاحظ وين طلعن هون. اوكي خليني هاي اول فاليو طلعت على الاوتبوت بورت بي. عمل رن مرة ثانية راح وجاب 24 طلعها على البورت. كمان مرة 47 7F بعدين بنتهي عمل البرنامج. هاي هيك عمل سيميليشن للسيركت باستخدام البروتوس.